هذه سعيدة خدامة في المحلبة كارية مع الأسرة ديالها في بيت ب 800 درهم. سعيدة كتحلم تملك الكدار ليها والأسرة ديالها. المرحوم خلى لهم شي رزيق ولكن ما كافيش وخصها كريدي باش تكمل تمن الدار، وحيت ما عندهاش وثائق كتثبت المدخول ديالها كتظن هذا مستحيل. لا غلط. اليوم فضل ضمانة فوكريم الدولة كتضمن لها الحق في الكريدي ديال البنكة، وسعيدة تقدر تملك دارها بثمن الكرة اللي كتخلص كل شهر. بحال سعيدة الآلاف من الناس يقدروا يستافدوا من سلف السكن عبر مجموعة تراب الوطن. ضمانة فوكريم، ضمان السكن الكريم. طلبوا المزيد من المعلومات عند الأبناك والمنعشين العقاريين.